بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا. تفضل أخي، جيب كرسي استريحوا يا عبش. تفضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في كراسي. تفضل تفضل. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول من الدروس الأسبوعية بعد رمضان. أسأل الله العظيم أن نكون فيه من المقبولين، وأن يكتبنا فيه إن شاء الله تعالى من المقبولين. اليوم أردت أن أبحث معكم في مسألة. تخيلوا معي أن إنسانا قيل له: أمامك هذا المخزن يا طارق الخير، ومثل ما ودعت تلاقوا. قيل لهذا الإنسان: إن أمامك مخزن، هذا المخزن فيه من الكنوز الثمينة لا ما لا يقدر بثمن، خذ وادخل وعب من هذا المخزن ما شئت، لكن بشرط أمامك ساعة محددة، 60 دقيقة، بعد 60 دقيقة سوف تخرج من هذا المخزن. فدخل، عم يتفرج أمامه الذهب والزمرد وكذا، شاف لوحة هيك، يتخيل قال والله هي اللوحة مرتبة، صورة لبيت يعني مرتب كذا، والله بدي أعمر مثل هذا البيت. ثم نظر إلى لوحة فيها سيارة مميزة، بحب السيارات، قال والله بدي هيك. عملوا له: طب روح هلأ خود الموجود وبعدين أنت خطط، تخيل، تمنى. ما زال هكذا حتى أزفت الآزفة ومضت 60 دقيقة وانتهت الساعة وأخرج من هذا المخزن. دخل وقد كان الخير أمامه مبذولا، لكنه ضيع الفرصة لأنه أخذ يتمنى ويخطط في غير موضع التخطيط. الآن نحن خرجنا من مدرسة رمضان وتحدثنا عن قبول والثبات على الأعمال، وهذه تسمعونها في كل سنة. هل انتهت صلتنا بالكنوز؟ هل صلة المؤمن فقط برمضان بالمواسم؟ لا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عم يرتب الأمور. سأله رجال عم يسأله: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ شو أحسن شيء الله بيحبه؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ما؟ شو كمان يعني شو بعده؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم ما؟ شو كمان؟ قال: قطيعة الرحم أو قطع الرحم. من الكنوز اللي بدنا اليوم هيك ندندن حولها هي مسألة الرحم. وفي عندنا يا طارق اليوم ثلاثية، عندنا 3 آيات في القرآن الكريم ترتيبها عجيب وغريب. لو دقق القارئ للقرآن والمتدبر آيات القرآن لوجد فيها العجب العجاب. ما هي هذه الآيات؟ طبعا الله يرضى على طارق ويرضى عليكم جميعا، طارق يحفظ الجزء الأول من القرآن الكريم، هيك أنا بعرف. فالآية الأولى قال تعالى: وما يضل به إلا مين؟ الفاسقين. من الفاسقون؟ قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني صلة الرحم، ويفسدون في الأرض
أولئك هم الخاسرون. لاحظوا قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، واحد يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال يفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إذن نقض العهد، قطيعة رحم، إفساد في الأرض، لكن بعد صلة الرحم ماذا قال تعالى؟ ويفسدون في الأرض. تمام، هذه واحدة. الثانية في سورة الرعد قال تعالى لما ذكر لنا صفات عكس أهل الجنة، قال تعالى عنهم والذين ينقضون ما ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظوا أن القرآن الكريم ذكر في سورة الرعد هنا صفات أولئك الذين طردوا من الرحمة ولعنوا، شو من صفاتهم؟ قال يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ماذا أمر الله أن يوصل؟ شو أمر يا طارق؟ أن يصل الإنسان الرحم. هذه الآية الثانية. الثلاثية الآية الثالثة، طبعا هي كلها مقدمة. الآية الثالثة قال تعالى في سورة سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد فهل عسيتم إن توليتم، شو بيصير؟ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لاحظوا يعني الله لعنهم ثلاث مرات لقاطعين الرحم، لقاطعي الرحم. ثانيا ذكر الإفساد دائما بعد القطيعة، دائما في إفساد في الأرض إذا كان في قطيعة رحم. ولو قرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس في القرآن كم مرة يا طارق؟ كم مرة الله عز وجل لعن إبليس؟ ثلاث مرات بشكل يعني صريح. في سورة النساء قال تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم إلى آخر آية. هذه الآية. الآية الثانية بسورة الحجر وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وفي آية سورة صاد وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فالله عز وجل لعن إبليس بشكل صريح كم مرتان؟ ثلاث مرات. ولما ذكر قاطعي الرحم كم مرة لعنهم؟ كما ثلاث مرات. كأن قاطع الرحم قد نافس إبليس في يعني والعياذ بالله معصية الله عز وجل في هذه المعصية. اللهم صل على سيدنا محمد. لذلك كان سيدنا علي يا طارق، هي كل لسات ما عنا مقدمة للسماء جاي الكتابة. كان سيدنا علي يقول أكرم قرابتك. ليش؟ قال لأنهم مصيرك الذي إليه تصير، إنهم أصلك الذي إليه تصير، وجناحك الذي به تطير. مين هذول أقربائك؟ طيب السؤال يا طارق الآن، لماذا هذه اللعنة لقاطع الرحم؟ كيف تتجلى آثارها؟ من خلال ثلاثة أمور. أول واحدة يا طارق، أن قاطع الرحم أعماله مردودة عليه، كل واحدة عليها دليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل عمل قاطع رحم. والأعمال تعرض على الله متى؟ ليلة الجمعة الخميس، فلا يقبل الله من قاطع رحم. سؤال، هل ممكن تقولوا طيب يعني والله في أقارب وأرحام يعني البعد عنهم غنيمة، ما بتعمل حسد وتآمر عليك؟ وأحيانا واحد ما بيشرف، واحد بيكون تعاطي مخدرات، واحد بيكون أجلكم الله سمعته سيئة، فأنت حتى على الفيسبوك بتساوي له حظر وما بتقبل دعوته، تخجل لأنه بيستخدم اسمك أحيانا، أحيانا بده يوحي لأنه هذا عالم افتراضي،
فكروا والله هذا أنا، أو بيكتب لك كيفك خال، كيفك عمي، كيفك أنت لا خالك ولا عمك، فاللي أصدقائك بيشوفوا والله ما شاء الله هذا قرايب فلان، فيا أما بيروح بينتحل صفة غير صفته، يا أما بيطلب من الناس أموال، يا أما يعني كرمالك الناس بتكرمه فيسيء. ففي أقرباء يؤذون، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنه والله يعلم ذلك، لذلك قال أنا بدك تصبر. يعني ليش الصبر على أذاهم؟ في أجر كبير، لأنه الأصل أن الله يعلم أن ليس كل الأرحام لا تبعدوا. مين أكثر من آذى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين؟ أقرباؤه. من الذي كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج؟ النبي كم سنة صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد الوحي؟ كم سنة؟ 13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث من البعثة إلى أن هاجر إلى المدينة 13 عاما، 13 سنة. وكم مكث في المدينة؟ 10 و13 كم؟ 23. نزلت عليه رسالة كم كان عمره؟ 40. 23 و40 كم؟ 63. النبي صلى الله عليه وسلم قبض إلى الرفيق الأعلى عمره 63 سنة. في 13 سنة كان في مواسم حج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على يعني ضيوف الحج. كان يمشي خلفه مين؟ عمه أخو أبوه، عمه أخو أبوه. شو كان يقول؟ لا تسمعوا لهذا الكذاب. في أكثر من هيك أذى؟ المتنبي يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. أنت بتتألم كثير لأنه هذا قرايبك وهيك عم يساوي، عشان هيك في بعض الأقرباء فعلا أنت بتتجنبهم. أو واحد يقول لك كيفك عمي، هو لا أنا أنت أبوك ابن عمه بالدرجة العاشرة، بيعطيك أجواء قدام الناس مشان ينصب عليك أو يستغل اسمك، أو قد تكون سمعته مو جيدة، فهو شو فكرك أنت عم تتكبر؟ ليس كبرا، لكن ثقافة مختلفة، بيئة مختلفة، تربية مختلفة. فهنا كيف نصبر؟ وجهنا رسول الله أولا يا طارق اللعنة هنا، لأن القاطع الرحم لا يقبل الله عمله وأعماله مردودة. ثانيا إن الله لا يرحم قاطع رحم، الله ما بيرحمه. شو الدليل؟ جاء في الحديث إن رحمة الله، الحديث أنت ممكن طالعناها حبيبنا طارق، إن رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. إن رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ثالثا لا يستجيب الله دعاءه. مما يروى في هذا أيضا أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان لما بده يدعي يسألهم، يقول لهم إذا في حدا زعل قرايبه يتركنا هلأ يطلع. ليه؟ قال لأن الله لا يستجيب لقوم فيهم قاطع رحم، ولأن أبواب السماء مغلقة دون قاطع رحم، فهو محروم. حتى ليلة القدر مين يحرم منها؟ مصدق بالسحر ومدمن خمر وقاطع رحم. هي كلها يا لطيف، يعني شوفوا آثار اللعنة التي تصيب. حتى أنه سيدنا علي له كلام جميل يا طارق إذا بتدبرنا عليه، كان يقول سأله واحد قالوا يا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ما حق الرحم؟ شو حقه؟ قال أن تستقبلها إذا أقبلت وأن تتبعها إذا أدبرت. شو الكلام هذا؟ قال يعني أنت إذا هن ما اتصلوا فيك، إذا اتصلوا فيك أقبل عليهم، طب إذا ما اتصلوا قال أنت اتبعها. هذا الكلام من وين جابه سيدنا علي؟ أتى به من معلمه ومعلمنا بأبي وأمي. إذا قطعت رحمه
شو بيساوي؟ وصلها. يعني أنا هو ما اتصل فيني، أنا بدي اتصل فيه. لا، هو ما حط لي لايك على الفيسبوك، أنا بدي شغله ولا أصغر. أنا صدقا لا أمزح، في ناس هيك على ليش ما عم يحط لي لايك يا أخي؟ ما بدي، الأمر مو مستاهل الزعل. بيزعلوا من بعض عشان ايش ما حط له لايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، سؤال سألوا العلماء: يا طارق، إذا كان المعروف أن الأرحام يؤذون بعضهم، فلماذا هذه الدعوة أنه معلش نصبر؟ قال: حتى تتحمل وحتى تتعامل ببيان الشريعة. وذكروا قصة جميلة جدا عن الإمام الشافعي، كمان هي شفناها طارق الله يرضى عليك. كان الشافعي في مجلس علمي عم يعطي درس، فواحد بالدرس وقف صار يشتم الإمام الشافعي بدون سبب، يعني عم يحكي مع الإمام الشافعي. الإمام وما أدراك ما الشافعي أو من الشافعي. فقال له لما انتهى من السب والشتم، قال له: يا ابن أخي، إما أن تغير أخلاقك بأحسن من هذا. يا ما بتغير أخلاقك أنت يا ابن أخي، إما أن تغير أخلاقك بأحسن من هذا، وإما فإنه يسعك من أخلاقنا ما ضاق علينا من أخلاقك. شوف الكلام أجمله. قال له: يا أما أنت تضبط أمورك وتحسن أخلاقك، بس أنت لا تفكر أنه رح ننزل لهذا المستوى. قال: وإما فإنه يسعنا، يسعك، نحن بنتحملك، من أخلاقنا ما ضاق عليك علينا من خلقك، بنتحملك. فكأن القرآن لما يأتي بالأدلة، وفي واحد جل عن سيدنا محمد كما يروي الإمام مسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجلون علي. فالنبي شو قال له وهو يعلم؟ قال: إن كنت كما تقول إذا تسفهم المل. شو معنى المل يا طارق؟ حكينا عنه. المل في اللغة العربية يعني الرمل الحار، هي كناية عن الغيظ. ولا يزال معك من الله نصير عليهم. فالنبي ما قال له لأبو هريرة أنه لراوي جاءه السائل، قال له لا، بالعكس، اللي سلم عليك واللي بيرشك بالورد رشه بالدم. ولا لا لا، النبي قال له لا، بالعكس، إذا قطعك أنت صله. هذا مقام، لأن الرحم تقول هذا مقام العائذ بك منك يا رب من القطيعة. حتى ورد في الحديث أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: يا رب في كل يوم اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله الله الله. يا طارق، صلة الرحم عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا أين ورد؟ ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله قال، شو قال سيدنا محمد؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل، هي اللام لام الأمر، فليكرم ضيفه. واحد، اثنان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ثلاثة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تلك أهم علامات الإيمان كما يقول شراح السنة: إكرام الضيف وصلة الرحم والقول السديد. طيب، صلى الله على سيدنا محمد. ثانيا يا طارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به عندما دخل المدينة المنورة، لما دخل المدينة في أول يوم له، شو ساوى؟ يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واحد من الصحابة، قال لهم: إجا النبي قدم ثلاثا. قال لهم: النبي جاء، النبي عم يبشرهم. فجئت في الناس لأنظر، هذا واحد من الصحابة عم يحكي، عبد الله بن سلام عم يقول: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه، هذا عبد الله بن سلام قال: لما شفت وجه النبي، قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال، شو قال؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس،
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوفوا النبي يعني حتى لما تذكروا في الفيلم الرسالة لما أمام النجاشي قريش بعتت ناس مشان تستلم هؤلاء الفارين من وجه العدالة اللي النبي أمرهم بالهجرة إلى الحبشة إلى أثيوبيا. فسيدنا جعفر الصادق جعفر بن أبي طالب تكلم أمام النجاشي قال له شو نبيكم شو أجب شو؟ فمما قال له قال له كنا قوم جاهلية نسفك الدم ونأكل الميتة ونقطع الأرحام فجاءنا بصلة الرحم. فقال له كلمته المشهورة والله هذا خرج من مشكات واحدة التي جاء بها أو التي جاء يعني خرجت من مشكات واحدة في دعوة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طيب أيضا يا طارق نصل الرحم لأن صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه. كلاتنا بنحب أنه أنا بيقول له طمني طب بسأل الاتش ار كذا شو في زيادة في بونص ما في بونص أكيد حاطين اسمي التقرير السنوي وهذا ما في طبيعة بشرية ما في مشكلة. طيب أنت ما بدك الله يبارك لك برزقك دلل قرايبك إيه ما بيستاهلوا أنت شو دخلك أنت عم تعمل مع مين مع الله. أنت تعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. الفرزدق كان يقول ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا حسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الله. رابعا يا طارق لأن صلة الرحم وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله على سيدنا محمد. خليل يعني حبيبي حبيبي صلى الله عليه وسلم وخليلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال أوصاني خليلي. شو الوصايا اللي وصى فيها النبي سيدنا أبا ذر؟ قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تأخذني في الله لومة لائم وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. أنا بدي شاهد بالحديث شو هو وإن أدبرت. طيب أنت اتصلت ما عم يرد علي رد اتصل أنت ما اتصل هو ما بتصل ما بحط له واطية هذا من الشيطان. كان الأحنف ابن قيس يقول إن الأوغاد يعتبرون أن العفو ذل مذلة. لا أنت اتصل أنت بدك الله شو بدك فيه أنت هو ما بيستاهل هو نعلم أنه لا يستحق لكن أنت تتعبد الله في التحمل الأذى منه. يعني الفكرة أنك ليش تدخل الجنة لأنك تصبر على الأذى. الجنة حفت بماذا بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طيب الله 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 اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله كم وحدة نحن كتبنا طارق كم وحدة كتبنا 4. طيب الآن السؤال كيف تصل رحمك كيف. طيب فهمنا الأدلة وأنه زيادة هذا وأنه لا يستجيب. طيب كيف نصل أرحامنا؟ أولا أن نحتكم إلى شرع الله عز وجل هاي أول وحدة وإلى سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي كيف كان عامل أرحامه أخته بالرضاعة الشيماء كيف جاءت بعد سنوات كيف النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وبسط لها الرداء ودلل أخته. يعني
كان حتى كان يقول لنا واحد إجا سأله يا رسول الله أنا أمي وأبي ماتوا كيف أصله؟ يا رسول الله لقد مات أبواي فهل بقي من برهما شيء ضل البئدر؟ قال نعم، إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الصلة التي لا توصل إلا بهما. يعني مثلا الواحد رفيق بابا وكان يشرب هو يجي لعنده يشرب شاي يشرب قهوة، كان أبي يدلله بروح لعنده. وهيك فعل سيدنا عبد الله بن عمر لما مات سيدنا عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يروح يدلل رفقات أبوه أنه هذا من الصلة، تتصل تسأل عليه. هلأ إذا الناس عم تأذيك يكفيك بالعيد أنك ترفع التلفون سلام عليكم كيف حالكم خير إن شاء الله شو بدك، حبينا نقول لكم كل عام وانتم بخير، ما بتستاهل هلأ كذا، لا تدخل جزاكم الله خيرا السلام عليكم. عرفتم الفقراء تعبانين اكرمهم. إذا أول وحدة يا طارق شو هي؟ كيف نصلهم أولا؟ ثالثا بذل المال والجاه والشفاعة ولو كانوا مؤذين. شو الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما كان على ذي الرحم، كملوا الحديث شو؟ الكاشح. شو الكاشح طارق؟ المبغض، يعني واحد عم يحكي عليك وعم يأذيك بدك تطالع الزكاة لا تعطيها لغريب، أعطيها له بس لا تقول له هي زكاة لا تكسر خاطره. قال على ذي الرحم الكاشح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الواصلين لأرحامهم. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا إن شاء الله وإياكم إن شاء الله.